مريم قلي محمد كول انت شو اللي صاير لك؟ يلا فريال وين غاطة؟ ما بكفي اللي صار بنورهان؟ ليش ما عم تجي لهون؟ وظفوها رئيسة خدم مولاي السلطان. شلون يعني ما فهمت؟ شو شغلتها؟ يعني هي المسؤولة عن الكل هون. طبعاً بعد السد الرخان ومسنبو الآغا وصار مطلوب منها شغلات كتير. يلا مريم. مين يلي وظفها؟ مولاتي السلطانة الأم هي اللي أمرت بهذا الشيء. غريب، شو اللي عم بيصير؟ أسماء ناديلي لفريال. سلطانة، حضرتك طالبتيني؟ من اليوم يا فريال ما عدتي موظفة عندي هون. سلطانة، أنا سويت شي؟ قالوا موصفينك رئيسة الخدم صح؟ مظبوط. ليش ما قلتيلي؟ نسيت على قد ما صار مشاكل هون. طيب شو عملتي حتى رفعوكي فجأة؟ أنا ما عملت شي سلطانة. بتعرفي هون كل يوم عم تصير حادثة شكل، ومشان نظام الحرم لك السلطانة الأم أمرتهم يوظفوني. ايه بهالحالة كل شاردة واردة حتنقلي لي اياها مو هيك؟ يا روحي شو اشتقت لكم؟ انتو اشتقتوا لي كمان؟ انا ما عم يجيني نوم قبل ما ازوركم وشوفكم. يا حلوة انتي. وانتي كمان حبيبي. خير ست فريال، شوفي. ولا شي سلطانة. لكن ليش اجيتي؟ كنا بدنا نروح أنا والسلطانة على الحكيمة. هلأ مو وقته يا ست فريال. شو يا حبيبتي، شو يا قمر؟